السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج المشهد التي نخصصها في جزء الأول لآخر تطورات في المغرب وليبيا وعمليات إعادة الإعمار، والجزء الثاني فيما يتعلق بسلسلة الاعتقالات المتخصصة في تونس. إذن أعلن المغرب تخصيصه ميزانية بنحو 12 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب منطقة الأطلس الكبير وسط البلاد. بيان الديوان الملكي ذكر أن الميزانية المخصصة لبرنامج إعادة الإعمار موزعة على مدى 5 سنوات، مشيرا إلى أن البرنامج يستهدف نحو 4.2 ملايين نسمة في 6 أقاليم متضررة، هي الحوز ومراكش وتارودات وشيشاوة وأزيلال وورزازات. ويتعلق الإعمار بإيواء المتضررين وإعادة بناء المساكن وإعادة تأهيل البنى التحتية وفك العزلة وتأهيل المجالات الترابية وتسريع امتصاص العجز الاجتماعي. نسأل في المشهد عن كيفية تأثير هذا المبلغ على ميزانية المغرب الاعتيادية، وكيف ستمول المملكة هذا المبلغ لتدارك الضرر الذي لحق بستة أقاليم كاملة، وماذا عن الانتقادات التي وجهتها السلطات المغربية فيما يتعلق بالتكفل بالمتضررين؟ إذن لمناقشة هذا الموضوع أسعد باستقبال الدكتور محمد الغالي، الأستاذ الجامعي من العاصمة المغربية الرباط. أهلا وسهلا بك دكتور الغالي. إذن مبلغ 12 مليار دولار تخصصه المملكة المغربية من أجل إعادة الإعمار وتدارك الأضرار التي خلفها الزلزال قبل نحو أسبوعين هناك، هل تتحمل الميزانية العامة للبلاد هذا المبلغ غير المتوقع والضروري من أجل أن يعاد إعمار المناطق المتضررة في الأطلس الكبير؟ نعم، شكرا أولا على الاستضافة. فقط لتوضيح، أنا دكتور محمد الغالي من جامعة القاضي عياض مراكش، أنا في مراكش، هذا هو وليس الرباط، وقد عشنا عن كثر مختلف التحولات والتطورات على أي التي عرف هذا الملف المتعلق بتدبير أزمة زلزال الحوز على أيين الذي ترك آلاف الضحايا بين قتيل وجريح ومنكوب، وكذلك حتى الآن بدأت تظهر مجموعة من الأمراض النفسية على الأطفال وعلى النساء وكذلك الرجال الذين على أي لا زالوا يعانون من تبعات هذه الهزة القوية التي لم تعرف لها المنطقة، على أي لم تعرفها المنطقة من قبل. بخصوص مدى قدرة الميزانية العامة للدولة المغربية على تحمل هذا العبء المالي الجديد الغير المتوقع، ونحن الآن على مشارف إعداد ميزانية 2024 أو موازنة 2024، على أي من خلال البلاغ الذي أصدره الديوان الملكي، فهو يؤكد على أن الوعاء المالي فهو يتضمن مجموعة من المصادر، من بين هذه المصادر على أي هناك مسألة التبرعات من خلال الحساب الخاص المتعلق بتدبير هذا الزلزال، وهناك ثقة كبيرة بأن المواطنين والمواطنات سواء داخل الوطن أو خارجه من خلال مغاربة العالم فإنهم سيساهمون من دون شك في هذا الوعاء المالي على أي الذي ليس سهلا ما يزيد على 12 مليار دولار من أجل تماما دكتور الغالي. هذا المبلغ بحجمه بسعته الكبيرة وأيضا باستعجاليته في أن يوضع في إطار إعادة الإعمار، كيف يمكن للمملكة أن توفره حاليا؟ هل سيؤثر على ميزانية المملكة الاعتيادية أم أن هناك جهات أخرى مانحة ستتكفل بمساعدة المملكة في هذا الإطار؟ كما قلت، هذا مصدر على أي تبرعات هو مهم ولا يمكن الاستهانة به، ونحن رأينا بأنه عند جائحة كورونا
كان أكبر التحويلات المالية التي قامت بها جالية في العالم، منها التحويلات التي قامت بها الجالية المغربية. ثم كذلك لا يجب أن ننسى مساهمة الجماعات الترابية، على اعتبار أن هذه المنطقة بها جماعات ترابية، أي على شكل بلديات تدبر وتسير هذه المناطق. ونحن عندما نتحدث عن 4.2 مليون نسمة فنتحدث عن 4 جهات، وهي تشكل ثلث جهات المنطقة. وفي الميزانية فهذه الجهات هي تتميز وتتمتع بميزانية مالية مهمة، ولها كذلك صلاحيات فيما يتعلق بالتنمية المستدامة والمندمجة. وكذلك هناك صندوق الحسن الثاني بدوره، الذي أسس في سنة 1999 تقريبا، والذي يشتغل على هذا النوع من البنيات التحتية المتعلقة بالطرقات والقناطر، أي المشاريع التحتية المهيكلة. ثم كذلك مساهمات الدولة المغربية، على اعتبار أن هناك واجب التضامن بين الجهات، أكيد بأن الجهات المتضررة. وإن كان ظهر بادئ واضحا جدا التضامن وبدأ كبيرا جدا، إلا أنه ربما لا يمكنه أن يغطي جزءا كبيرا من هذا المبلغ المخصص لإعادة الإعمار. إلى أي مدى احتمال التمويل أو الاستدانة من الخارج وارد؟ أنا آتي تفضل. لأن إذا لم يكن هناك أمان داخلي فإن الممول الخارجي لن يثق فيك أنت أولا. بالضبط. كيف لا تساهم أنت في إعمار بلدك وسأتي أنا وأساهم في إعمار بلدك؟ أولا الجبهة الداخلية مهمة وأساسية، وأنا أعطيكم فقط عناصر هذه الجبهة ومن يقدر، ثم على أي هناك التمويل الدولي في إطار التعاون والتضامن الدولي وكذلك حتى قروض. لاحظنا بأنه حوالي أسبوع صندوق النقد الدولي وافق على قرض للمملكة المغربية، أو وضع قرض إشارة المملكة المغربية بحوالي 1.2 مليار دولار بنسبة جد مخفضة، وتقريبا ما يزيد على 15 سنة. ثم كذلك حتى هذه كانت إشارة قوية، وهي أن صندوق النقد الدولي حافظ على اجتماعه السنوي بمدينة مراكش، هذا الاجتماع الذي سيكون في أكتوبر، وهذه كلها إشارات قوية على أن المجتمع الدولي من خلال هذه المؤسسات هو إلى جانب المملكة المغربية. على أي هناك أصدقاء، هناك حلفاء، هناك متعبون، هناك مصالح مشتركة. دائما نعرف بأن الإنسان لا ينسى من يساعده في وقت الشدة، ونحن نعرف جيدا بأن المملكة المغربية هي دولة صاعدة، وحتى هذه الاستثمارات التي تتضخ في هذه المنطقة هي ليست فقط لبناء مساكن مهدمة بسيطة أو ترميم أخرى، ولكن هذا المبلغ المالي المهم يخصص للبنيات التحتية سيساعد من دون شك على تحقيق نوع من الجاذبية الاقتصادية، وهذه الجاذبية الاقتصادية من دون شك ستأتي بمستثمرين أجانب، وهذا الاستثمار وهذا النوع من الدينامية أعتقد بأنه سيساهم بشكل كبير في تغطية هذه المصاريف الكبرى فيما يتعلق بإعادة الإعمار وإعادة البناء. الحقيقة أنها مصاريف كبرى وتتوزع على مساحة كبرى أيضا، وأثار بليغة لا يمكن أن تتدارك في زمن قياسي قليل. إلى حين أن يجري يعني تطبيق إعادة الإعمار وأن يعني تستجلب الاستثمارات الخارجية في هذا الإطار، كيف تنظر السلطات في المغرب للمخطط الاستعجالي لتدارك العائلات التي هي حاليا في العراء أو حتى في خيم لا يمكنها أن تحتمل قسوة شتاء مقبل على منطقة الأطلس؟ على أي تدبير المسألة كما أشرنا سابقا ليس بسهل، لأن هناك مطالب استعجالية في المدى القصير وتظهر مطالب أخرى في المدى المتوسط وحتى البعيد. لاحظنا
بأنه في لحظة من اللحظات كان المتضررون يطالبون فقط ببعض المواد الغذائية والأفرشة والماء، ولكن يوما بعد يوم يظهر بأن هذه المطالب هي تتطور وتتقدم، حتى أن الناس يطالبون الآن بمنازل متحركة قادرة على مجابهة هذه الظروف الصعبة التي ستعرفها المنطقة، خاصة ظروف البرد الشديد بدل الخيام. وهناك على أي استجابة وتجاوب مع مختلف هذه المطالب، على أي فإعادة الإعمار تتطلب حوالي 5 سنوات من دون شك. فمسألة وضع هؤلاء المنكوبين في الخيام هي مسألة فقط جد مؤقتة في انتظار تهيئة بعض المراكز، مراكز الإيواء التي من دون شك ستساعد على أن يكون هؤلاء المتضررين في ظروف تحفظ لهم كرامتهم. ولكن نحن نؤكد على قيم الصبر والتحمل وإعطاء الوقت، لأن هذه كارثة طبيعية، هذا حادث فجائي وقوة قاهرة لا أحد كان يتوقعها. وبالتالي نقول الحمد لله الذين سلموا وبقوا على قيد الحياة، وحتى من هم جرحى فنتمنى لهم الشفاء العاجل، وهم الآن يخضعون لمختلف أشكال العلاج. أقول لابد من ربما ليسوا جميعهم دكتور الغالي، ولكن وجه الصعوبة في هذا إعمار وفي هذه لابد من الصبر، ولكن لابد للعموم الشعب كذلك ومختلف السلطات تماما. أن تقدر وجه الصعوبة الأكبر دكتور الغالي في هذه الكارثة هي أنها وقعت في منطقة تضاريسها صعبة جدا. هناك انتقادات للسلطات المغربية من أن المساعدات لم تصل لكل من تضرروا من هذه الكارثة لسبب أو لآخر، ما مدى حقيقة ذلك؟ هل السلطات المغربية تعاني عجز في الوصول لأولئك، أم أن هناك تقصير، أم أن هناك رؤية غير واضحة في أن تكون هناك خطط استعجالية والوصول لكل من هم محتاجين؟ والله الأخت الكريمة الذي أؤكده لك، وأنا كذلك من المنشغلين والقلقين على وضع الناس، وعندنا كأستاذ جامعي عندنا طلبة كثر وطالبات، ونحن الآن نقوم بالإضافة إلى مجهودات الدولة بمجهودات فردية أهلية لتقاسم أعباء، لأن هؤلاء أبناء الوطن، وقبل أن يكونوا أبناء الوطن فنتقاسم معهم الإنسانية، القيم الإنسانية يجب أن تعلو. فأكيد كل واحد منا سواء مغربي أو ليبي أو فلسطيني أو لبناني فهو أمام هذا الأمر لابد أن يتعاطف ويساعد. ولكن الذي أؤكد لك بأن تم الوصول إلى الجميع، ولا أريد أن أدخل في بعض من تفاصيل الشيطان، تم الوصول إلى الجميع الآن. ربما هي للأمانة دكتور الغالي هي ليست تفاصيل الشيطان بقدر ما هي تفاصيل الإطمئنان على الضعفاء، الإطمئنان على من ربما لا تدركهم أعين السلطات في خضم أزمة كبيرة كهذه. نعم، بعض الأحيان تكون بعض الجزئيات التي لا تعكس الشيء من جانبه الموضوعي، ربما يتم استحضار العاطفة أو بعض المشاعر الجداشة وتقييم الأمور هكذا. ولكن أنا كما قلت لك الذي يؤكد لك من خلال شهود عيان بأنه تم الوصول إلى الجميع. أكيد وقع تأخر في بعض الحالات بسبب صعوبة الظروف الطبيعية الجغرافية وتحول هضاب وجبال ووقوع مشاكل الوصول إليهم، ولكن الآن تم الوصول إلى الجميع. بطبيعة الحال مشكلة الجثث والروائح فهذه مسألة طبيعية، لأنه بفعل هذا الركام وبفعل عدم وجود مسالك للوصول وتعقد عمليات الإنقاذ وإجلاء
الجثث من دون شك. ربما هي العقد ذاتها التي توجد على مستوى الكارثة في ليبيا. شكرا جزيلا لك دكتور محمد الغالي أستاذ الجامعي بجامعة تمرك، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. إذن مشاهدينا بعد هذا الفاصل نفتح ملف إعادة الإعمار في درنا الليبية. إذن رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا قرار البرلمان الليبي شرقا اعتماد ميزانية لمواجهة آثار الإعصار، مضيفا إن مسألة أمن قومي لا يجب التفرد بها. من جهة أخرى أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح أكثر من 43 ألف شخص إثر الفيضانات الدامية التي شهدها شرق البلاد. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن قتل الفيضانات في مدينة درنا الليبية هم ضحايا الصراع والفوضى المناخية والقادة. نسأل عن إمكانية التوصل إلى حل في إعادة إعمار درنا وسط خلافات الشرق والغرب، وكيف يمكن التكفل بالنازحين هناك. للسؤال عن كل هذه الإجابة عن كل هذه التساؤلات أسعد باستضافة الكاتبة والصحفية السيدة ليلى غندور من العاصمة المصرية القاهرة. أهلا وسهلا بك سيدة فاطمة غندور. أهلا بك، أهلا بك وشكرا على الاستضافة. أهلا بك سيدة الغندور. رفض المجلس الأعلى للدولة الميزانية التي خصصها البرلمان في ظل هذا الوضع الذي المستعجل الذي تحتاجه مدينة درنا، كيف يمكنها أن يؤثر على الخطط الاستعجالية وإعادة الإعمار هناك بصرف النظر عن أبعاده القانونية؟ أهلا بك. هو أحيانا بين قوسين، حتى هو ليس مناسبا للضحك، هو شر البلية ما يضحك فرحة. لا مجلس الأعلى للدولة ولا البرلمان بمعيتهم الفصل بمسألة حتى المبلغ الممنوح لأجل الإعمار. أولا مثل غياب الدور أن مجلس النواب بعد 4 أيام أو 5 من الكارثة والفاجعة التي تسجل الأولى في تاريخ ليبيا عقد جلسته وبجلسة بكامل الوداعة يعني، ثم بعد 6 أيام يعقد مجلس الدولة مطالبا روسيا بالقدوم بعد ما روسيا سيرت يعني جسر جوي. يعني في أشياء تبدو كاشفة وفاضحة لمسألة الأدوار، إذا كان في أدوار تشريعية أصلا مناسبة للحالة التي نحن فيها. الآن مشروع إعمار درنا مشروع منوطة به خارطة، طبعا لافتقاد الخارطة والخطوات تبدو المعالجة ويبدو المعاجلة لكل ما له أمر بالمصالح والمغانم وخزينة ليبيا والبنك الوطني، كلها تبدو دائما فيها أمور عاجلة تسبق حتى أرواح الناس. الآن حتى الأرقام فيها تضاربات، يعني هناك عائلات بين من حلت مشكلتها بعائلاتها وقرباتها في نوع من التكافل الذي دائما لا تفتقده ليبيا، يعني أن يذهب أقرباء إلى وينزلون عند أقرباء ليهم. هذه حالة من الحالات اللي فيها أعداد قليلة، لكن الأعداد الكبيرة فيهم بين مدارس، فيهم من عندهم رابط بالمنطقة المنكوبة ما زالوا يترددون على بيت يعتقدوا أنه بالإمكان أن يرمموه، المهم أنه يظلهم رغم الكارثة المفجعة اللي هم مروا بها. على ذلك نحن نتحدث عن أموال كيف ستصرف وأموال كيف ستذهب وطرف يرفض المبلغ جملة وتفصيلا وطرف لا يملك الإمكانية أو حتى أنه غير مؤثر في قبوله أو رفضه. يعني إحنا لو كشفنا أنفسنا أنك تتحدث عن ميزانية، ما زالت الآن لدينا رجال أعمال، هؤلاء مستقلون يعني استطاعوا أن يربطوا بين بعضهم البعض بتبرعات داخلية وخارجية وصلوا إلى ضمان 2000 بيت. هناك أيضا تبرعات ذهبت من مدن ليبية أحضرت بيوت متنقلة. الآن أنت في جملة هذا المشهد حتى بالفجيعة والألم والكارثة، صحيح هناك في خضم هذه الأزمة عليك أن تنقذ وتوجد مأوى ومستقر حتى يعني يبلسم الحالة النفسية لهؤلاء المكلومين، لكن أنت تذهب في خارطة
هذه الخارطة تعتمد على حفر أولي من وأنا أعتقد كل ما تأتي مثلا نوع من الفقد والحرمان هو يمس فئة هشة. فئة اليوم ستفتقد مرتبها الشهري، تفتقد حتى أكلها اليومي. هناك حالة من التدافع الكبير والتكافل الذي هو يعني أنا يذكرني مثلا بثورة فبراير 2011 حيث المدن كلها تصدت لبعضها البعض. أنا في بيتي وصلت يعني علب حليب ومياه، ورغم أني في وضعية لست مثل عائلات كانت قريبة من قصف وضرب مثلا في 2011، سواء في الصراع بين جماعة القذافي ومن هم مع الثورة أو حتى قصف الناتو. لكن حالة التكافل اللي أيقظتها درنا من جديد بالنسبة للمواد الغذائية والملبس والضروريات اليومية فقط تنقصها آلية كيف توزع وتذهب إلى الناس في بيوتها. طيب بالنسبة لهذه الميزانية، ميزانية الطوارئ هذه التي صادق عليها مجلس النواب في الشرق ورفضت في الغرب، كيف يمكن التوصل إلى حل؟ لأن سبب الرفض هو أنها اعتمدت على قانون يعتبر حاليا أنه منتهي الصلاحية، قانون باطل صادر عام 2016. فيما تحدثت عنه من الفئات الهشة، الحكومة الوحدة أعلنت تخصيص راتب شهري لكل المتضررين إضافي لكل المتضررين في درنا. إذا كانت هناك سمة من التضامن وقرارات يمكن أن تصدر من الغرب بشأن إعانة المتضررين في الشرق، لما لا يجري التغاضي أو التعاون أو إصدار أي آلية استعجالية لتمرير هذه الميزانية؟ أم أن الأمر فيه خبايا أخرى؟ هو طبعا هو لا يخلو الأمر، هو حتى هذا مجلس الدولة الذي يقول أن هذا القرار لاغي من 2016 هو منتهي الصلاحية، هو من 2012 وأربع سنوات وانتهى دوره، جرى توليده من جديد باتفاق الصخيرات، ونحن في هذه الشرعيات التوليدية التي لا تؤدي دور بقدر ما تستنزف ميزانية بلد. يعني لو حولنا رواتب مجلس نواب ورواتب مجلس دولة في غياب الدور، طبعا انا مع وجود مجلس النواب ويعني مجلس يتولى التشريعات، يعني هذا شغل ديمقراطي، لكن هؤلاء استنفذوا صلاحيتهم، وانا حتى يعني اتمنى ان يخجلوا قليلا. الناس تموت، الناس فاقده معيلها، الناس يعني في وضعيه حتى ما يقال من اموال نحن لا نصدقها الا لما نرى على الاقل بمناسبته من المهمشين والضائعين الآن اللي بيوتهم اتمسحت بالكامل، اللي محلاتهم التجارية أيضا ذهبت مع البحر، اللي للآن عندهم مثلا لو محلات ذهب، لو محلات مواد فيها إمكانية للحياة، هؤلاء فقدوها بالمرة. الآن المعاجلة بخارطة تعمل حفر. الآن فيما قسمت درنا إلى مربعات في الإنقاذ وأنجز فيها ما هو على الأقل على مستوى في البداية بالنسبة لدفن الضحايا، وبالنسبة لي حتى الآن الوقاية من أوبئة قد تأتي من جراء هذا الدفن العاجل خاصة المقابر الجماعية. الآن نذهب لهؤلاء الأحياء، هؤلاء على مستويات ينبغي الآن منظمات مجتمع مدني ونحتاج لها كثيرا في هذه المرحلة على الأقل بالمصداقية والثقة فيها، ينبغي أن تذهب إلى خارطة الحفر. من القطاع الهامشي في هذه الجماعات؟ أكثر منطقة الآن حددت أنها المنطقة التي ضربت، صحيح فيها عائلات توفت بالكامل، لكن هناك عائلات تنتمي مثلا، هناك أطفال، هناك نساء مثلا أرامل الآن، هناك هذا يجب حصره أولا. الحكومة في طرابلس هي اللي مالكة البنك الوطني، هي المتحكمة في المال، يعني ليس المتحكم في المال مجلس النواب أو الدولة، هو يقوم على الورق بفعل تشريعي أنه يرغب بتخصيص 10 مليار، لكن تقييد هذا الحبر على ورق المجلس النواب في الشرق كيف سيؤثر على الوضع الميداني في درنا، ونحن نتحدث عن 43 ألف نازح هناك، ونتحدث عن بنية تحتية محطمة بالكامل تحتاج إلى إعادة تهيئة؟ طبعا، وأكثر من مدينة، ليست درنا فقط، تماما أكثر من مدينة، شحات، البيضة، والمرج، نعم، هذه كلها
هذه كلها مدن تضررت على صعيد بنيتها التحتية. الآن الأمر كله في حكومة طرابلس، حيث البنك، هذا البنك المانح السيد الصديق الكبير هو مالك هذا البنك، يشرع عن البرلمان، يرفض مجلس الدولة. الآن هناك خارطة دخلت فيها حتى وزارة الاقتصاد بحكومة الغرب الليبي السيد البيبة، هي أيضا دخلت في مسألة أن يجري توفير، أن يبدأ الإعمار بما هو منجز. هناك حتى دعوة لمجموعة من العمارات موجودة والشقق تصل إلى 200 شقة تقريبا، بأن هذه يتصدى لها من يكملها عاجلا ويجري تسكين الأكثر العائلات اللي فقدت بيوتها بالكامل، خاصة الموجودين في المدارس. الآن لدينا قطاع هامشي يصل للآلاف فقدوا بيوتهم بالكامل وأيضا عائدهم الشهري تحت الراتب الشهري. هذا الراتب الشهري راتب ضعيف، وأيضا يعني حتى قبل قليل شهادة صفحة تقول أن من عنده قرض فوجئ بأن مصرف بعينه سحب النسبة الشهرية من هذا القرض. هذا ينبغي أن يشار له وينبه. أما أن ننشغل بأن مجلس دولة وافق، مجلس نواب شرعا 10 مليار، أنا في تصوري على أرض الواقع ما من فاعلية لهذا. الآن على أرض الواقع يجب أن يجرى عاجلا حصر هذه العائلة، وبصفة تراتبية من الأدعى الآن بحصوله على سكن. طيب هذا الحصر، طيب هذا الحصر وهذه الطريقة العملية هي تحتاج في النهاية إلى تمويل، إذا كان الأمر يعني يجري التقارع فيه حاليا بين الشرق والغرب بالآليات والقانونيات وما تتحدثين عنه من البنك المركزي في طرابلس، إذا منع البنك المركزي أي تمويل كيف يمكن للسلطات في الشرق أن تنقذ أو تسعف من هم بحاجة إلى إعانات؟ صحيح، هذا هو أفظع ما في المسألة. الآن هذا الصراع اللي هو مستمر قبلا يعني كارثة فضحته أكثر على أعلى مستوى، وإن كان كل حكومة سواء في الشرق الليبي أو الغرب الليبي في الواجهة منجزها كلجنة طوارئ وإسعاف وذهبت يعني بتخصصات مختلفة أنجزت على الأرض. يعني صعب إنكار أن جماعة الكهرباء والمياه من الغرب الليبي، كذلك الصليب والهلال الأحمر، أيضا أكثر من مسألة متعلقة بأجهزة في مجالس محلية في مدن في الغرب الليبي والجنوب ذهبت وأنجزت عاجلا، لأن نحن العالم تأخر علينا ليومين من أجل أن يفرد زاوية لخبر إعصار أخذ بالناس للبحر ودفنهم. هذه الأشغال الآن هي التي أمضينا بها هذه العشرة أيام في سبيل أن هؤلاء الناس ينبغي أن ينقذوا بصورة ما. صحيح هذا الانقسام الآن في مسألة عويصة، كيف ستخرج الأموال وما خريطة الأموال، كل طرف يتهم الآخر. طيب إلى أي حد يمكن للشارع أن يضغط في اتجاه أن يحل هذا الأمر؟ ونحن لاحظنا قبل أيام من تظاهروا في درنا ووضعوا مطالب كثيرة أيدها 90 حزب على مستوى البلاد. كلنا صحيح، كلنا مناص بنا أن درنا هذه نموذج لما يمكن أن يحصل يعني في ليبيا، قد لا يكون على سبيل إعصار، ممكن يكون أي كائنة أخرى يعني. والآن مع هذا المتغير المناخي لا ثقة حتى فيما ينشر. نحن نتفرج على توقعات وترجيحات وتغلبها حالة المتغير المناخي، بدأ وكأنه لغزا يعني. الآن نحن في هذا وكأن هي يعني مصيبة لكل ليبيا. مفترض كنا نمارس هذا الضغط. المظاهرة خرجت بعشر مطالبات لأهالي درنا ومدن مجاورة أيضا متضررة ومنكوبة لدرنا. هذه المطالبات ينبغي أن لا تذهب أدراج الرياح، ينبغي أن تستمر بالضغط، نستمر جميعا بالضغط على هذه المطالبات. الأحزاب عندما اجتمعت وأظهرت بيانها مفترض لا يبدو بيان وفقط، مفترض في مقراتهم تجري الاجتماع الطارئة والعاجلة. لا يمكن التهوين من مسألة المطالبات حتى بالأصوات المسموعة حتى عبر صفحاتهم. يعني هذا الموضوع ينبغي أن لا ينتهي عند ثورة وعند عاطفة وعند هذا الشغل الفشي اللي توقظه لحظة الفجيعة.
ينبغي أن نذهب للإيقاظ لأجل الحياة، لأجل أن نحن بالضبط، خاصة وأن نتائج مثل هذه الصراعات لا تقع إلا على كواهل الضعفاء. سيدة فاطمة غندور، شكرا جزيلا لك، الكاتبة والصحفية، كنت معنا من العاصمة المصرية القاهرة، شكرا جزيلا لك على مشاركتنا هذا النقاش. فاصل مشاهدينا ونفتح الملف التونسي.